السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. حابب أن أنا أهنيكم الأول بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد على القناة. يا رب إن شاء الله يكون عام دراسي موفق وسعيد ليكم كلكم. بنصحكم أحبتي أن أنتم تفضلوا معانا لنهاية الفيديو علشان تستفيدوا أقصى استفادة من الجرامر اللي هنشرحه مع بعض، وكمان علشان تجاوبوا عن الكويز اللي موجود في نهاية الفيديو. وانتوا عارفين ان احنا في الفيديو القادم بإذن الله بنكرم اللي اجابوا اجابات صحيحة عن الكويز ده. تعالوا مع بعض، يلا نبدأ شرحنا سريعا. ويلكم باك احبتي. اول حاجه هنبدا فيها في شرحنا النهارده هي prepositions of place، اللي هي حروف جر المكان. prepositions of place، حروف جر المكان. هنبدا مع بعض، هي حاجات سهله، فيها حاجات خدناها في المرحله الابتدائيه يمكن. اول حاجه عندي in بمعنى في او داخل حاجه. in، on يعني على، on under تحت، under، next to بجوار او جنب حاجه، next to، near بالقرب من، near، تمام، above اعلى او فوق، above، in front of امام، in front of امام، بتساوي كلمه opposite امام برضو. عندي behind خلف، behind يعني خلف. جميل كده، خلصنا الـ prepositions of place. تعالوا ندخل على بعض التعبيرات أو الـ phrases اللي بنستخدمها علشان نتكلم عن الاتجاهات. ممكن نقول turn right، اتجه يمينا، turn left، اتجه يسارا. في عندي go straight on يعني امشي مباشرة أو سر مباشرة. في عندي go past يعني اذهب مارا بي، go past. ممكن اقول walk past، امشي مارا بي، walk past. ممكن اقول on the corner، على الناصية او على الركن او على الزاوية، on the corner. ممكن اقول، احنا قلنا on the left و on the right، نقولهم تاني، on the left و on the right. احنا كنا قلنا في الاول turn left و turn right، في on the left و on the right. دي كانت اللي هي العبارات اللي مرتبطة بالإخبار عن الاتجاهات. تعالوا ندخل على تاني نقطة عندنا، وهي الـ prepositions of time، اللي هي حروف جر الوقت أو الزمان. حروف جر الوقت أو الزمان. أول حرف جر عندنا اللي بيعبر عن الزمان هو حرف الجر at. حرف الجر at، وبيجي حرف الجر at أول حاجة عندنا بيجي قبل الساعات المحددة، قبل الساعات المحددة. يعني زي لما أقول مثلا at 7 o'clock، في الساعة السابعة، at 8 o'clock، في الساعة الثامنة، تمام؟ ممكن يجي حرف الجر at برضو قبل الوجبات، زي لما أقول، أو أسماء الوجبات، زي لما أقول at breakfast، at breakfast يعني في وعلى وجبة الإفطار، at lunch على الغداء، at dinner على العشاء. وكمان اللي هي وقت الوجبات، يعني لما اقول مثلا بدل ما اقول at breakfast اقول at breakfast time، يعني في وقت الافطار. اوكي، يبقى at breakfast او at breakfast time. طيب بنستخدم برضو at قبل الاجازات، قبل الاجازات والاحتفالات او المهرجانات، زي لما اقول مثلا at christmas، اللي هو ايه، في حفل الكريسماس اللي هو رأس السنة الميلادية. ممكن اقول at عيد الفطر، في عيد الفطر ده يعتبر احتفال كبير برضو. طيب ممكن اقول برضو at بتيجي قبل، لما اجي اتكلم عن سن محدد لشخص معين، اقول مثلا رقية went to school at 6، رقية ذهبت للمدرسة في عمر السادسة، تمام. ممكن اقولها بطريقه تانية، اقول ايه، at the age of 6 رقية went to school، at the age of 6، في عمر السادسة رقية ذهبت
إلى المدرسة. في بعض العبارات اللي بتعبر عن الوقت المحدد في اليوم برضو، الوقت المحدد في اليوم، زي لما أقول مثلا at noon يعني في فترة الظهيرة، at noon دي فترة محددة، وقت محدد، فترة الظهيرة، تمام؟ at night ليلا، at night، at midday، at midday يعني في فترة منتصف النهار، at dawn اللي هو في فترة الفجر، at dawn خلي بالكم النقطة الصحيحة بتاعها dawn مش down، اوكي؟ احنا قلنا at midday و at midnight و at night، تمام؟ دي بالنسبة وفي عندي كلمة at the moment ما ننساهاش، يعني في هذه اللحظة، at the moment، اوكي؟ نيجي لتاني حرف جر عندنا وهو حرف الجر ان. حرف الجر ان بيجي قبل، اول حاجه عندنا بيجي قبل البارتس اوف ذا داي، قبل البارتس اوف ذا داي يعني ايه؟ يعني ممكن اقول ان ذا مورنينج في الصباح، ان ذا افترنون في فتره الظهيره، ان ذا ايفنينج في فتره المساء، ممكن احيانا اقول ان ذا نايت، خلي بالكم انا قلت من شويه ات نايت من غير ذا، لكن هنا ممكن اقول ان ذا نايت، طبعا بتختلف اختلاف قليل في المعنى عن كلمة at night. at night يبقى أقصد بها ليلا بصفة عامة، لكن in the night معناها في ليلة محددة، في ليلة محددة in the night. طيب عندنا برضو in بتأتي قبل seasons اللي هي فصول السنة، seasons يعني زي summer، لما أقول مثلا in the summer، in the winter في الشتاء، in the spring في الربيع. طيب بتيجي برضو in قبل العبارات اللي بتعبر عن centuries اللي هي القرون، زي لما اقول مثلا in the 19th century في القرن العشرين، in the 19th century، طبعا 19 هنا مش معناها القرن 19، لا القرن العشرين، تمام؟ ممكن اقول برضو قبل الفترات التاريخية او العقود، انتوا عارفين العقد اللي هو 10 سنين، اقول مثلا in the 1980s يعني في الثمانينات، in the 1980s يعني في الثمانينات من في الثمانينات من القرن الايه 19، تمام؟ في عبارتين كده او بيجوا في الازمنه اللي بتعبر عن حاجه هتحصل في المستقبل، اقول مثلا I will travel in 2 days، انا ساسافر في خلال يومين، in 2 days في خلال يومين، مثلا the lunch will be prepared، الغداء سوف يعد in 10 minutes في غضون 10 دقائق، كده in 10 minutes معناها ايه؟ في غضون او بعد 10 دقائق. دي كانت حرف الجر in. ننتقل الى ثالث حرف جر عندنا وهو on، وده من اسهل حروف الجر. on بتيجي قبل الأيام المحددة، زي لما أقول on Sunday on Monday on Tuesday، أي أيام أسبوع محددة بتيجي قبلها on. طيب وبتيجي on قبل اليوم المحدد برضو، بس مش في الأسبوع، في الشهر، زي لما أقول on the 1st of May في الأول من مايو، on the 10th of October في العاشر من أكتوبر، تمام؟ كده انا استخدمت حرف الجر مع on مع ايام الاسبوع ومع الايام المحددة في الشهر. طيب في عندي كلمة مثلا on holiday في اجازة، كلمة on holiday لازم نحفظها، دي من الكلمات المهمة جدا. في عندي برضو اللي هي الايام اللي هي مرتبطة باعياد، زي on mother's day هتلاقي اخرها كلمة day، on my birthday هتلاقي اخرها كلمة day، ده حتى كلمة on a sunny day يعني في يوم مشمس، طالما اخرها day بستخدم لها on. في عبارة اخيرة اللي هي on duty يعني في العمل، on duty في العمل يعني شغال على رأس العمل دلوقتي. وبكده احبتي نكون خلصنا فيديو النهاردة او الجزء الاول من شرح الجرامر الخاص بيونت 1. أتمنى أن يكون الشرح عجبكم، يا ريت ما تنسوش لايك للفيديو، دعم لينا ودعم للقناة، وما تنسوش تفضلوا معانا إن شاء الله. هندخل بعد قليل على الكويز، يا ريت الكل يجاوب عن الكويز، وتعالوا مع بعض يلا ندخل على الكويز بتاعنا.
ودلوقتي مع الكويز بتاعنا. question number 1: my birthday is space September 11th in, on, at, of. question number 2: I live space 13 Urabi Street in, on, at, of. question number 3: I visit my grandma space the weekends in, at, of, by. مستني ان شاء الله تعليقاتكم عن الكويز ده اسفل هذا الفيديو. ياريت الكل يشارك معانا، وينتظرونا في التكريم في الفيديو القادم باذن الله. وحتى اراكم في الفيديو القادم، اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.